الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري من تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمهم الله، كتاب الحدود وغيرها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال. وهذا فيه أيها الكرام الفضلاء جواز الموعظة على المنبر. أغلب الناس يظن أن المنبر ليس إلا لخطبة إيش؟ جمعة. الجمعة أو لخطبة العيدين أو للاستسقاء أو لما في أضرابهم، ولكن تجوز الموعظة على المنبر، تجوز الموعظة على المنبر. وفيه أيضا أن منبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ثلاث درجات عليه الصلاة والسلام. نعم. يا ومن معشر هنا قال أهل العلم فمن فالابتداع في ذلك بأن يجعله على أكثر من ثلاث درجات، وإلا السنة أن المنبر يكون ثلاث درجات. نعم. يا معشر من أسلم بلسانه. وهذا فيه التعريض في الموعظة. النبي هنا يعرض عليه الصلاة والسلام وما كان يواجه أحدا بما فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولم يفض الإيمان إلى قلبه. وهذا فيه التحذير من النفاق، عافنا الله وإياكم. وفيه أيضا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وفيه أن العمل يدخل في أصل الإيمان ردا على المرجئة. نعم. لا تؤذوا المسلمين. وفيها النهي عن أذية المسلم، وأن أذية المسلم حرام، ولذلك الله هنا ناهية جاء بعدها الفعل المضارع مجزوما بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وفيه أن أذية المؤمن تحرم ولا تجوز. نعم. ولا تتبعوا عوراتهم. وفيها أيضا النهي عن اتباع عورات المسلمين، وفيها أن ما يقوم به مثلا الشرط أو يقوم به أهل الحسبة أو من يجعلهم ولي الأمر لتتبع المجرمين والفسقة والمارقين لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا النهي. فقد كان عمر يعس ليلا ويرسل العسس، وأول من جعل العسس بالليل قيل عمر أو قيل عثمان على روايتين مشهورتين. نعم. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، أو في رواية ولو في جوف بيته. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه إثبات أن الله عز وجل ينتقم لعباده، وفيه أن الله عز وجل حكم عدل، وفيه أن الإنسان يفتضح ولو في جوف بيته. نسأل الله أن يسترنا وإياكم ونجعل تحت الستر ما يحب. نعم. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك ما أعظمك. نعم. النظر هنا ليس عبادة، حتى لا يظن الظان كما ترون في بعض الأحاديث الموضوعة، هي ما يقال فيه كل حديث فيه عبادة النظر إلى المصحف أو إلى الكعبة فحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة يا أخوان الله يرضى عليكم، انتبهوا لأننا تكثر مثل هذه الأمور. تجد بعض الناس جالسين في الحرم، إيش يقول لك؟ أنا بس أتعبد بالنظر إلى الكعبة. وتريد بعض الناس يفتح المصحف كده ويطالع فيه 3-4 ثواني وكده، بعدين يقوم يشيله يبوسه، إيش بقى؟ قال والله نتعبد بالنظر إلى إيش؟ إلى المصحف. نقول لم يصح في النظر للمصحف عبادة، ولا في النظر إلى الكعبة عبادة، إنما نظر إليها نظرة اعتبار وادكار ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، متمثلا بفعل النبي وقوله في هذا الحديث أيها الكرام. نعم. دعاء إيش؟ لا كله باطل، لم يصح في النظر إلى الكعبة، ولا أن الدعاء إذا نظرت إليها أو إذا رأيتها أنه يصح. كل هذه أشياء مبتدعة ولم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما الدخول أيها الكرام في المسجد يكون بالقدم اليمنى ويدعو بدعاء دخول المسجد. نعم. تفضل. وما أعظم حرمتك. وما أعظم حرمتك. حرمتك. نعم. والمؤمن أعظم. وهذا أسلوب التعجب، ولذلك جاء بعده مفعول به منصوب بالفتحة، ما أجمله وما أعظمه، هذا يسموه أسلوب التعجب. ولذلك أبو الأسود الدؤلي
كانت معه ابنته فنظرت إلى السماء فقالت: ما أجمل السماء. قال: النجوم. قالت: أردت أن أتعجب يا أبتا. قال: قولي ما أجمل السماء. ما أجمل بفتح إيش؟ بفتح اللام، هذا على وزن ما أفعل، هذا تعجب. أما إذا كان على وزن ما أفعل هذا استفهام، هذا استفهام. ما أعظم حرمتك، يعني فيه أسلوب للتعجب، يعني أن حرمة الكعبة عظيمة أيها الكرام الفضلة. نعم. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. يا سلام. ولذلك هنا جاءت حرمة منصوبة على التمييز، والتمييز يكون منصوبا في مواطن، منها إذا كان بعد أفعل. والمسلم والمؤمن أعظم حرمة منك، وهذا يدل على ما جاء به هذا الدين من تعظيم حرمات المسلمين والمؤمنين. نعم. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال فيه: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، نعم، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. وهذا فيه النهي عن تعيير المسلم بلونه أو بجنسه أو بوظيفته أو ببلده أو بأسرته أو بأي شيء يخصه، لا يجوز ولو كان بالمزاح. هذه الأمور ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الترمذي قال: أنا ضامن، وفي رواية: سيد بيت بربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبوسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبأعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولذلك جاء النهي صريحا: لا يسخر. والتعيير من السخرية، الله يعافينا وإياكم. فينبغي المسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء، ولربما كلمة تخرجها على زيد من الناس فتسير مسار الركبان وتمسك عليه، بالذات في تجمعات الناس كالمدارس ومحلات العمل يتلقفها كل إنسان، فتكون بذلك قد بؤت بهذا الإثم. ولا تذكرن أخاك بما فيه فيعافيه الله ويبتليك. نعم. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. وهذه الأحاديث فيها من الدلالة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعقد واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فإنه ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. الله يعافينا ويسترنا. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. والله اليوم يتصل بأحد الناس في رؤيا، فقيل له: هل فعلت فاحشة؟ قال: نعم. قيل له: وأهلك فعلوا والعياذ بالله؟ قال: نعم، وإني طلقتها وانتظر الورقة الآن. الله يسترنا ولا يفضحنا ونيع تحت الستر ما يحب. قلت له: كم كنتم متزوجين؟ قال: ما أكملنا سنة. قلت له: هل كان عندها جوال؟ قال: نعم. فوالله يا أخوان هذه الجوالات إنها بلاء مستطير. أنا أقولها لكم ناصح محب أمين، قل لا أسألكم عليه مالا، قل أسألكم عليه أجرا. حساب في سناب شات، حساب في تويتر، حساب هنا، حساب هنا. ما ينبغي للنساء ولا لبناتنا أن يكون عندهن مثل هذا. لا تقول لي عمة البلوى، أنت من البلوى. ما في عمة بلوى ولا شيء، جزاك الله، ما في الكلام هذا أبدا. إني لكم ناصح محب أمين، والذي رفع سبعا وبسطها مثلهن. وأنا لا أحب أن أتكلم مثل هذا الكلام، لكن لما جاء هذا الحديث أردنا أن نوضح لكم أن هذا الدين يصلح لكل زمان ويصلح لكل مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله فيه مزكيا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأغلب ما أصاب البيوت وما أصاب النساء والكبار والصغار إنما هو ذلك البلاء المستطير في هذا الجوال، يغلق عليه بيت غرفته وينظر ويفعل ويدخل من مقطع لمقطع ويتواصل وكذا وإلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. وإن جئت إليه بكليك واحد وضغطة واحدة كأن شيئا لم يكن ولا يعلمه إلا الذي
خلقه. لذلك تعظيم جانب الرقابة الذاتية وتربية أبنائنا وأن نبعدهم عن مواطن الفتن هذا من الدين، وهذا من حديث النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه رعية، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. الله يسرنا وإياكم جميعا يا رب، والمسلمين في كل مكان. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وقلنا هذا لا يدخل فيما يقوم به ولي الأمر أو من يوكله في تتبع المجرمين والفسقة، هذا ما يدخل في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سنته يقول: من رأى منكم منكرا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم تبعه الصحابة الكرام، وكان عمر يعس ليلا، وقصصه في العسس أكثر من أن تذكر في هذه العجالة، وإلا ما قصته مع بنت بائعة اللبن، وما قصته مع المرأة التي قالت: والله لولا الله لتحرك من هذا السرير جوانبه، وما قصته مع نصر بن حجاج بن علاط أيضا، وكلها وقصص أكثر من أن ومع تلك المرأة التي كانت في المخاض والولادة، فأتى بأم كلثوم بنت علي حتى ولدت المرأة، وما قصته مع أصحاب الضوء أو مع أصحاب النار وغلامه أسلم، ويعني لدرجة ابن الجوزي في كتابه في مناقب عمر، وابن المبرد في كتابه محض الصواب في مناقب عمر بن الخطاب، جعل بابا طويلا جميلا ماتعا بعنوان: عسسه بالليل، ما جاء في عسس عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معد يكرب. أيوة، والمقدام بن معد كرب أو ابن معد يكرب، لغتان في القراءة، وهذا يسمى من التركيب المزجي، وهو ممنوع من الصرف، كمثل حضر موت ومثل بعلبك. نعم. وأبي أمامة رضي الله عنه، صدي بن عجلان، أبو أمامة الباهلي، صدي بن عجلان. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر، كل هؤلاء الصحابة يرون هذا الحديث، دلالة على تكاثره واستفاضته رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. نعم. يعني ابتغى الريبة، يعني نشر فيهم الفساد، سترنا الله وإياكم، فينبغي ألا ينشر في الناس الفساد، وأن يقف حاجزا دون انتشاره، فهذه مسؤوليته بينه وبين الله تبارك وتعالى، والله يسأله عن ذلك. نعم. تعال باب يا شيخ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.